النفس كانت تقدري تقولي صعبة بعد، يعني أنا كنت عندي إصابة يعني ما كنتش 100% واجدة وهكذاك، وحاولت نكون في المستوى. كانت معنوياتي مليحة، قلت إن شاء الله نكون الثلاثة الأولين لأن نحافظ على اللقب تاعي. حاولت أني نحافظ على الميدالية الذهبية لكن ما كتبش ربي، الحمد لله يا ربي، والقادم أفضل بإذن الله. في أولمبياد طوكيو في جدارة بعد كانت منافسة جدا قوية، وكان منافسين في تطور. نشكر الرئيس عبد المجيد بونو للدولة الجزائرية على التحفيز والتكريم اللي قاموا به باش نكملوا مشوار الرياضي ان شاء الله. من غير صح فريمون يطلع المورال، على بالك تعب تاع 4 سنين وزيد بريباري وزيد تجيب لي هكذا، دونك كي يكرموك تكريم هكذا تحسي باللي هم حاسين بيك. بصح دونك كنا ننتظروا فيها لان عندنا ثقه في الدوله الجزائريه وعندنا ثقه في الرئيس تبون، وفريمون يعطيهم الصحه. هذو لي ريسبسيون يشجعونا بزاف باش نزيدو نخدموا ان شاء الله ونشرفوا الجزائر في المنافسات القادمه. بعد منافسه قويه تمكننا من الحصول على هذه الميداليه بعد المنافسين في هذا الاختصاص، هذه اللعبه اللي هما الصينيين والايرانيين، وتمكنت من الدخول والفوز بها. مع جائحة الكورونا اللي جات علينا كانت سبت لنا عائق كبير، بصح الحمد لله بالعزيمة وحبنا أننا كنا حابين نشرفوا الجزائر ونطلعوا الراية الجزائرية قدرنا نجيبوا هذه الميداليات ونهدوها كامل الشعب الجزائري ونفرحوه. ثاني يوم بالنسبة لي نزيد المصرف وإن شاء الله نزيد ونحكوا نتأسى أكثر منها. كانت كومبيتيسيون صعيبة، أكوشت الحمد لله تحصلت على ميدالية الوزير بلاس، إن شاء الله نزيد نخدم أكثر.